رفعت بريطانيا مستوى التأهب بين قواتها وموظفيها وأسرهم في الكويت والسعودية وقطر في وقت رفعت فيه التهديد لقواتها ودبلوماسيها في العراق. وبحسب مصادر صحفية، فإن حالة الإنذار تأتي بسبب نمو مخاوف من شأن إيران هجوما على أهداف أمريكية في العراق أو المنطقة، مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة الأوضاع في المنطقة وسلامة كوادر المملكة خلال جلسة مجلس الأمن البريطاني الثلاثاء المقبلة.